يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. عباد الله، عندما نزل الوحي بإقرأ غدت هذه الكلمة منذ ذلك الحين شعارا لهذه الأمة. لقد نزل الوحي على أمة أمية بهذه الكلمة، فكأن الله يقول للأمة: أمتكم هذه عزها ونهضتها وسيادتها بهذين وحي وعلم. وقد قدس القرآن العلم وأعطاه المنزلة السامية والمكانة العالية، فليس هناك في القرآن قيمة أعلى من العلم، وجعله والإيمان سبباً في رفعة الأقوام. فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، الله سبحانه وتعالى لأمة محمد أمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ميقلتاي وحي زيقل أسا زيقل بيوم اقرأ يلزل آية بنانا أمتاج مازو سابي مقرأ علمي يي أمر بي ورزل ناري أمتاج بي ميقلتاي وحي والله سبحانه وتعالى اقرأ بأشب قراء بي بيتنا لمد بي بيتنا علمي بأمتاك هما الله سبحانه وتعالى اقرأ بيقل وحي قرآن. كأنما الله سبحانه وتعالى يي أمت لي لنا بها يي أمت عززو حفتزو لأينسو سيادزو كوتشي بن تاويل بها الله سبحانه وتعالى أحتى وحي الله سبحانه وتعالى زارت لي نومة خيطة كوتاي علمي انت يكوت بي بكي أزول انت وحي وعلمي مسا الله سبحانه وتعالى تبيجا شما اقرأ بي أمت لي زيقا لنا بي منزل زو تسبح فاشي والله سبحانه وتعالى علمي قصد منزل زو قرآن به الزوك استي منزل زال الشيار كي قال اليوم إيمان وا يكوت ملمت علمي يكوس قومي واحد أمت وحف يا شازالو مزون تبا دنيا بما آخر به يلي الله سبحانه وتعالى من بين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى الزوبي أخاشتو بي الزوبي زمناتوا علمي يكون سستياتوا الله سبحانه وتعالى حفى شيوه البايا يلي أحدثوا الله بما منوى الله زارد لينا من هجبه الله زارد لينا أوقى بمليتا وعلمي ملمت يكون ملمت أحد أمت لحفتزو قدرزو سيادزو الزوستو بي تترفى بازال بايا. إذن نهضة الأمة إلى زنا أحد أمت ليكوتسو حفتزوا أحد كتبه زيني يا خالق أو زنار يا عزة أو زكبة خالق يرقب كي بازال أقام قوصو التبايي يقوصو شيبت الله كفو يمرقب قوة يقوص من المدبع علمي من المدبع بايي بجي إبادات ندي كمهر زناراج ما مسكين بات زناراج ما أو يوم سوك كتب زو زيوشو يوم بات كتبه زيوكا يزتا يبادات هوتي كتير كتير درجة بوردو ما على يزولي محدي جفالو ما إكونومي زيوبه علم زيوبه كل شيء زيوبه باداتو إجي زيو إستزالو بادات يي تغيير وار يي متناوتو يي ليكوتو زديجو معجزة بيمن دا معجزة ببايتي وكو بسم بايت ما نسيب بزديجة شيالتا أو زيخانا نسيبا قيم موافقة يوما باريزوا قيم مبوه ومالتا لفو مالتا دلقو مالتا ومسيو لايبه اور كسوم يكوت لايبه بايتي الزوري الله سبحانه وتعالى إلا نهاد أحد أمة متناوت خشكي لأي مغنى خشكي زك بايتي خشكي التاي مبورد خشكي أمستو يتكيره من قوة زالة تغزالة أمة يخوني وخش نارك أتسو أمة مجاهدة مشاهدة الله سبحانه وتعالى إنها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أحد أمة زال بنعمتهم يخني زال بيغستجي مخني نعمتهم يخني نخما بلا
يتناوت لامين روزو بزال شيز دلناوت كسيل على الله سبحانه وتعالى أحد سدعفات هالباقي أتزو حالك يا شمات يناوت على زو سالت الله يناوت لازال حقيقة بيناوت زال الله حقيقة بيتبعي سال الله لكن الله من بينا دنياه استاكدا وجعلنا لكل شيء سببا كل شيء لك سببا لدي الله سبحانه وتعالى إلي أحد متحفت زوغا ليقدسون أتزو أمسو مجاهدة بيخونا مجاهدة زو علم بخانك ميقلتا أحد منك هذا لا يخونا زال في دير خونا زال تاخي نبرا زال علم وإتقان العمل به تبقى علم يقوت من المدبه دلاغة زو إتقان مجبه أمسي نصطب إيشيا شفاته تغيون أخوامان بيرزالو بينا علم يقوت من المدلاي بمكتنتا دلاغة زو إتقان مجبه الله مفرما نزيد تتا دلاغة زخشو إن دلاغة مخ خشى إنجينور يخمي، خشى دكتور يخمي، خشى بيروس الراتين يخمي، خشى إرازي سبزار يخمي، خشى غاري شبزار يخمي أي سم نبينا صلى الله عليه وسلم من بارك إن الله الله سبحانه وتعالى قافي زوري يدلها الأحد لا قوزي دلقسا أن يتقنه إتقام بين القاوي ورسول صلى الله عليه وسلم إتقام بنزيد بين القاوي نزيدني كالقاوة بلرشي زي دلقه تابعين إذن إتقان العمل دلاغة وإتقان مشوى علم من مد أحد أمته حفيا شازال زكيا شازال لأيا شازال قوة استازال الزنة الله علم وحفش بقلتاني بذكر ربي وآية كتبه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نبي النبي صلى الله عليه وسلم ولي حفت زيوبه ولي دولة زيوزة كان نساء مدينة وكباد إسلام باد دولة وزي إيسا سيسا بيقل زاشو دلاغا شستو بحظو علم مثل مدينة هيك وزوزة من بي مدينة بنبي صلى الله عليه وسلم يسالوا كذا بدري حربي بي سبئين يخنزالوا مشركاتوا ما رفضوا ينهارا سبئين قدلوا بيونهارا بيقلتا جهاد بغزوة الكبرى بي بي غزوة بدري الكبرى بي ييزت ما رخاش بي محلت مستمع مكفر يفرقوا زالوا عينهم مكفر يفرقوا زالوا كلت كيفان وكذا عجوا روز يوزيك عشو كذا إيكونومي بزيك موشوا أمته اقتصاد بزيك موشا من بايين توتيلن تبوه خيبه نبي زنا صلى الله عليه وسلم كيف ليو زنارا الزبير لي بكف ليو زنارا زلقدا ليو أزياش مقدر زيو بيكي يوزا شيم علما إيكونومي زيو أوينو اقتصاد زيو زيك موشا نباية أزياش بينا سوزار لي سلاح ومونارا باز ليو زيك عشو نارا بايين تا أمس ليو زيك عشو نارا مكفر زي فر كيو ميني تزاشو أزدو زمن ما إيكوز من مدي لو زارشي تحسي مستقيم زليل بزمن بي نبي زنا صلى الله عليه وسلم أحد زيت مارخة مدينة بي أسر والداشو مكتب وا مطرع يتنين دار فرق يا شو نار الرسول صلى الله عليه وسلم علم يتنين دي وزيت نزاشو مكتب يتنين دار مطرع يتنين دار خلاص فرق يا شو حرب بيزي مارخو عداوة تهيجو هو ومكفر ليه من تا جهلي بي بيتي جهلي رزي من تا أزول إيه جهلي ولم موشا لبيتي مدينة بزنار وصحابتات والدايس يبي جهلي ولم موجب مكتبها مقرئة من دماء حر يا جونارا أي كسي علمي من المدو درجة يستو زنارا نتو يا رفوه البيت الزوستو بيت سليمان عليه السلام نبي الله سليمان بلقيس الزوستا بي قدير اليوزال بعداش بحزو قدير اليوزال حكباماش بحزو النار بلقيس قبيلاي سوا قومي عيسي أمير النار تأزوستا بي إن إسال تمانها للغزال زنار زمانك بلقيس نبي الله سليمان أزيو كفو يسينا لي مديد تنار زديد تساوغا بيساتي تدا عاش زيد الجبل بازاتو إلى وعان التايا زي مديش ما نديش لين البر إفريد حفا ياما ييما جلس نبي حفي منا لديه لفوها البر أحد الله سبحانه وتعالى علم ستعو مع الله قربت نزيد يقول ستعو أزو حفا ياما إن قلبا كفت بيانا ديجا عمزال بالتربيبا أزو ينبي قصو يقارد ليه زديد تسا لكن تبري فلما جاءت زديد تسا قيل أهكذا عرشك عرش غشيه مسلا يتا عرش غش بأي ما تبري قالت كأنه هو الزوج مسلا البات عيد بيدي جامد من زديد تبال بات عيدو عيدين يكسي بكدير عرش وزود بها في المدى دي جازا تاغلو كأنه هو الزوج مسلا الزوج تبات يزي أوسى نبي الله سليمان ألاي حكامات بمهلوف أزديوزا حكم كدير زقا نبي السبب الله يا مدينة أزدياج بايو ما بايد نبي الله سليمان من بايو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كون شيء لتيتا خزرين أحتى كنا مسلمين الله بزمن ناشي تنقل
أزبيكت وي إناش الله زاكناش ما الله بزمناش التنوي إيمان زال نسواش التنابر هذا الأول قلت يوتينا العلم قبلها أزبيكت علمي والله إنا يسكينا ويبر سليمان بي إذن علم وإيمان بك على زنار وحل نيزار حكاماش بيزو جدير النار وبي بقوة العلم تقوى شكوة الأمم أحد أمة تأخذوا إقوتسوا بيتا فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم كل عمد بيجا كل زمان بيجا علم انت قلم كفوج منسوب زي تعزر تاوي تاخزا لاوي حكم بايدي قلم تاوي قلم بايدي كوز بايدي الزوب انت ما الله زلم ديها لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دمي أصوحت لي نبرة ميوك معاقل خلي نبرك تاخزا لوا فضل زالوي قطرة المداد استبين تاوي بير أو يوم قلم مد زي لايب علم لايب بايدي بلا يدمت على يبي من تاوي تاخذ زلمي احد زو دم يقوي متى ابو يجول يقول اثنين بما ومست يشير لما ومست علم زالا يوغذ زلمة زغانة سان تتاخذ إجازة الباوي فأكف على العلم تبلغ شأو منزلتي علمي بتجيبل رخا وتلمي عالم خل علمي بتجيبل أوسى كثير منزلة بردة في الفضل محفوفة بالعزة والكرم عزة زالبا كرم زالبا كدرا ويتاوي تبين هذا على يدرس دينة تسبي على أخنار إجرا دينة خالي سوي كدرا خلي فرقا لكن أخا ردك تخوني ما علم بلاي كوف تخوني ما جاهل تخوني ما إهر بيمو سوي كي شبا تاق زالا دينة بري لي فرقا تاق خاو فرق لي سوي كدرا خلي فرقا إكوت حلق دير لاتي إهر خابي ميكت خابي مسوي كدرا خل منزلة كبيرة تبهن داخوي بابا فليس يجني ثمار الفوز بنعمة من جنة بأنعم من جنة العلم إلا صادق الهمم أحد سوء علم ذات حرشيستو بي ثمرة ويقوتي لي فرق كذا اجتهاد مشزو بي التاوي علم من مد كثير اجتهاد خشال وقت مصطي خشال تاخ مصطي خشال معلق طوموتي خشال يكل من التيمة لم تزاق اجتهاد خشال وأزو اجتهاد بصبر تاجي لي التاوي الله سبحانه وتعالى بني آدم وزقلك يوسا كل شيء بما قدر يوم لقد كرمنا بني آدم بقى. يي بني آدم وزقدر بيوسا فباس بيس قدر أزو علم مخنزو يا مدينة نبي الله آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى زقلك يوسا من بايا نبي الله آدم عليه السلام ميقل أتني مدين وعلم آدم الأسماء كلها ميقل أسماء الجميع علم ستعي والله سبحانه وتعالى أتني مدين أزو سابهر لك على يزور الدين تقدا شيء اور مسلم ملائكة تا شو هيدا يوغي أستيار شو قوم يلوا أخاف الله عزت يوك يقول أتيوك يبارو ما أبايا ما الله آدم ويمري عليه السلام من بايا فلما أنباهم بأسمائهم إياج أسماءه بني آدم انتو آدم انتو عليه السلام ملائكة تا شيء مدي علم بحد درجة عن فايو بايدين الزوصة واتي علم بيبتو إذن آن بني آدم خليفة زيت تشلائي بخلق قبا ما الله سبحانه وتعالى يعلم ذو بأقدر من ملائكة الجميع سجود ردلي وقتاشا اسجدوا لآدم فسجد آدم لي سجود ردلو باي والله ملائكة الجميع آدم لي سجود ما مقدر ذات سجود ورد يي بني آدم ولكن من بأقدر يوم الله زيبا دي نسا قرآن أبا علم بيت سكدر أبا علم زال زخان السازي لما ذا زخان السازي ككر هوازو كداي هوازو علم الله بزار زغان سا أزو سا أنت قوة مغيوزر قدرة مغيوزر حفو ملوزر بيهتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم Allah'a emanet olun.
لله. الحمد لله جعل العلم نورا واضحا، وجعل الجهل ظلاما دامسا، وجعل التعلم سبيلا رشدا، وبصر الله المتعلمين بالهدى، فجعل العلماء أشرف الخلق وهم ورثة الأنبياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى أحد قابي زوبي خير خشب ونارك دين زوبي علم يستعمى فقه يشعر فقه يستعمى دين زوبي فهم يستعمى. الله سبحانه وتعالى بني آدم أشرف سخاني أخاف بني آدمه نفس خابي علم خابي يكوت خابي انت بلاي كان خابي بنت قدر زبين خابي كان بيقول يقول أخاف بقدر زال سري زوم وناك زوم على زوم تاق بزياد استعمى أغاق. لكن أشرف زغان خاما قدير زغان خا عقل خاما الديلات خاوا إيكوت خابيوا نفس خابي التاويلة إنسانية بيبايت. إذن أخا إيكوت سات رجواك قرآن آية ببتي حتى الله سبحانه وتعالى يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ببتي حين خطبة يدنا إيكوت قدر زوبا يتنا. لكن أفنكا كيسي كتم موجة كيسي لديياج وعقصة شوية كيسي انتبايت يلتا. إذن أخي يقول بإمكانك جيل زنا وطب وشخشنا نارك كل سام أحد أمت خير زال بأمت على زولي نفس الانتاب جيل زولي هس بزال انتاب. أي أمت لي مفكر هل مفكر بايتي باز زولي أمت زولي هس بما أورشي والداي زولي حق دي من يتسال بايتي بابا يسنا الله ترحم له كل زيوم زاشو بنا أو جي مسجد زكالة ناج شيخ أبو بكر كوزال مدرسة وزكالة ناج أو عبدال كوزال مدرسة وزكالة ناج أبادر كوزار مدرسة وزكالة ناش كثير كثير سواشي نارو ما شروع زيور انتا جيل لي مهسب بيمنتا والداش لي مهسب بيمنتا يدي زار أمت لي هس بارو هجو إلا هو جيل أدب بيم أخلاق بيم كي زار دين و ذكرها أخا ذكر كان خيو مدارسة شكرا كل غربون بادي هو جيل أي داعي زتياج أي قرآن اثنين دزالاج أي دين استوبة زارو سواج كل ذيو بايدي فرق بازال درجة لي أو زحتنا زحتي يجيزو أخذ ذكي كان في مدارسة شبه يسال والدها شبه سابدو بابا سينا قانونا إقوت جاي إقوت للك دي بازان أتاي حدا قلنا ما ليدو حرشاي سي وقف ساتوما غاراي سي وقف ساتوما دينس في وآجوما يي مدارسة شو أقانونا دي إذن ما تبابوت بايدي دنيا اللي من تزقانو نوزينا را دين وقعيد بريلاه داكوتا أزو بهر لي دنيا زوم للاه ديما للم ديكوت على يزوبا مسا 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 نقول يكوت بايدي أخام وجي جيل زنا وطب موجة بشنا كي أمس زنا وطب موجة بشنا را ركي علمي كفوي من قال كحي تشال بدينا أوجي والداي سنا سرطاين كفل بدر سهير لا يبعد سبب زوم أرواين درس لايب اهتمام أشي بيرو درس زيو عمري بيوريلا من لما دا نتيجة زوائي كسي درجة لتا أحد شي مقازا شيرو إيه جازا لهم أزول إيه جازا المزيك أشا زال ميت خطاة لازا المنبر في سبب بي أزياجو إيه جاش التايوما خيار زو رمزو بيرمزو يوكو بالمازو مريمين در سهير لا بيان أسر بحمد أسر أقوت بحمد خلاص أزو صابير بي وقلائي والنال بي علمي بي أمت سينا وزيك أشنكي والداي سينا وزيك أشنكي يو أمت سينا وزيك أشنكي أكو بي بروهن زرور سينا لي دوتا تمسك معا أزيك يستيزو والداي سينا يقوت لاي بي لوكي تاخلاي بي لوكي اقتصاد لاي بي لوكي دلاغ لاي بي لوكي زيادة تمسك لكي لك أمت بي لوكي أخير ناج دي تتمسك لكي لانا منتا سمزو عبدو بي نزو بيهن الكيران يوم الناجو واجب زنا والدوات أننا نارك البيت يلي بايت اور كسوم درماج وساني مثالنا خزارة من بيتا اقتصاد خوزيك تاجوني درسي اجو بيمزيك تلوما الى اخر تلك قولي بايت درسي هيري لا يكتزار شيالتا يي دنيا درسي ودين بامينت راحل تلين يتفرقا دين درسي ميدر تاينا اشرف علم زي قدر علم عالقرا الله فرد سالب علم قرآن وانا بزا سنة صلى الله عليه وسلم أزدوها اللمت خلق الخشلي بروفيسر خل حيوان بعد سمسط هنا إن هم كالأنعام بل هم أضل زي والله سبحانه وتعالى أزياش بتمنا الله على آية بزيك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا الدنيا حياة يوكي وهم عن الآخرة هم غافلون آخرة ذات أمر بما غافل زي وعدش زي وكاش زي الله دنيا أمرك مطفى إذا لك دي بعد خانك دي
دين وزار خسارة كي أتوه دين ومكيرا عليه دنيا هو واقع خدش بزار أخلوغ ومن منها المخبئين إيه واجب دين إنت تكيه ربازا ترقب كما بعد خاوة إنت تكيه ربازا أمت خاوة إنت تكيه ربازا رسول صلى الله عليه وسلم مكة بين مدينة بين حرب يدقوا الله سبحانه وتعالى مكة بين باية يوم ياشو دينار أسراشيش نعمل جميع علم مثل مدينة نارا أمتي ومثل مدينة نارا أمته مثل مدينة نارا مدينة جهار وصار ودي واجيه مثل من لا يبتزمه علماء جهار دليون على إثنين تزالة أحد أمتا جهد بعد بيام دوما نبي دي صلى الله عليه وسلم تديجو مشاهد زلال وصار بجي خانوك كم بعد يوزر كقر وصار حد صحابي اسمي مرقب قيونا را يتنين دا خزاروي اليوما بايتنا وكم جاهل بيحق قيونا را سابزوك جاهلنا كوهمت ما سنتام يلي قصوات يبني الرجال وغيره 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 رجالات وعلى آيات يجيخ لالو يبني ببناء القرى بعد ما شيخ الببن بعد يجيخ لالو أمة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النار أزيو رجالات يجيخ لناروي أسوك بعد يجيخ لزار أزيو لكن رجالات يجيخ لنارو أغاب زيجيخ الخبادو زيجيخ الخوم من الكرمان كي رحل زم بعد يجيخ لبعال الحمد لله لكن أمة سوزا تكارن على خار ومستو يكوز بي اقتصاد بي مجيخ الزوبة دي أزو سانت إسلام سيكي لازل يكوز مشيا جواحد دي زلحة دي مزاق أزو بادي شغلان لكن أزو رسول صلى الله عليه وسلم ميقر أمت بي شغلو نارا أزو بير لي يي جيخل لي وزاي وبادو دي رسل يوخان رسول صلى الله عليه وسلم سابدو تي جيخل أمت سكيوري يي حكماء جلالو بناء الإنسان قبل بناء الأوطان بادو مجيخل بي قد ليوي أزو مجيخل يكت معلوي لازل أبو أمته زيجعل قاسا زوي زيجعل هل بعد زيكره زيجعل خاو بيتيكره أمته زيجعل أكيد لكن زيجعل أوي جزو بيتو زي دام سالك كم كيلو زيجعل أمته رمّة علم زار أمته رمّة واعي زي دام نقول زي دام أمته رمّة بيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت مدينة زبوسا زيد بن ثابت شرط زيو بيزال لغات ولد تكتمه بيو تتينا هو أن الإبن رسول صلى الله عليه وسلم سيرا جوية من أين بأمته يشغلوا نارا زيد بن ثابت سريانية عبرانية يهودي لغة لم تفتاشوا من أشغل شر ذي بيت كراف بيول الظل ما يدي زيد بن ليون كان ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لترجمان ذي ليون نارا ترجمة يشغل نارا ذي ينتبه يهودي أشغل بيت رسالة كفروك رذي ترجمة يشغل يكار بيوه الظل على أمت لي مكتب خشنا رجرا زيد يقول يوما زيد كتب ميجا فراو هيجو عيد نبي من أين نوك حنا وهيجو من أين نبي أمة واحد من تاك رسول من تاك الله من تاك زيد محمد صلى الله عليه وسلم يين أنت الدنيا تزمين نجعل تيروزا خشيرو بعدي رسول يهودي لو غي إلى نقطة زيد وإما بيو قوة أنت ما غي بعيد قوة أنت لكن علم بزيد تاشنا ما علم كفاية رب زانسا أشرف علم دينك دين ملمد بعدي الله سبحانه وتعالى يي دين من مدر أبقى على تزاشا سا تجواسا ببزال جمعي بحر بزال جمعي استغفار أشنا أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ما أنت أحدك أو زليتا يطلب فيه علما علم ومفاجع زليتا سا سلك الله به طريقا من طريق الجنة جنة وقاش في أحدك والله سبحانه وتعالى كفتل على زهوة بتحبيبه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد في علم مفاجئ الذي جسا جنتك الله سبحانه وتعالى كابتلاما يلي تعالوي ملائكة داش نزل استغفار أشهر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة داش كبسي وندخلهم زياشا بزال شي قدر لبيت علم مفاجئ قدر لبيت ملائكة داش بكبسي وندخلهم سبي بزالات استغفار أشهر داش بزال شي جمع استغفار أشهر والحيتان في جوف الماء ميستو بزار حيتان زوزو خود زوزو استغفار اشتعان به رسول صلى الله عليه وسلم فبلزو لما دم علم به درجة بورد كرا ورحي علاي كواكبات به زال يقدر كاستواء بر نزيب اكين الزو كاستفال كحلاوي ذا لما دم احمد سزي لما دم رسول بارو الزو بيغني النبي اتخيط الرما من بارو ورد وإن العلماء ورثة الأنبياء الزوزو بيجايز لما دات علماء أنبياء اشلم وارثة اشتبتيو به رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قد صلى الله عليه وسلم يقول لك دين ملمت حتى يواجب زنان اور مسلم لم تبوز على التعزال بباد به دين ملمت لهم زتابات به علماء زال بباد به آن اللي مدخوم بايك آخر بهم هنجو يخدو به حرام وحلال بملاء مفرد حلبا
الله غضب يتيزار الله رضا رضا يتر خطبه زر شيء ملا يبفر كان بنا أي شيء وحياة سنة بزاش نسا يي شرع يي مرازا ميزان بمنية أهل بابا يهدا يوكلين أنو يوكلين من كلاية كلا أقلتا يعاد كدير عالي ببكزار وكدا عربات بي عربات بي زي بيكو دينتا جو أمسا تو يولزا روسوات دينت سيو حساب خانا مع أمان تسطو بيزا ألا يعربات شغلا بي باو محلق زو بيسا حرام وحلال والملايا بيهدا آخرة والموكة بيهدا الله والموكة بيهدا أمسوا ليس بلي إذا دام أمسوا كل تكامس مع الزوبة لا مسيح كريم جاء من لي الله يفهمني أمس من تام يكامل بعد من تام يكامل دين من تام يكامل ميكل علم أشرف علم دين من مدينة دين لما تخيك إنسان يشقى أسوك الدي أشقى أسوك الدي لك أمبي من تاما بايدي أسو إنسانية إن أبرازا يماني تكيرو زاق أسوك الدي لك إن أبرازا الله زاق سابوتين زخلق وخالق زاق سابين دين سؤالا كي الله على كل ميك القلب زوج ولا بالبازا إنسانيا هي إنسانية ولا باقي رزقه من كارم الله وصلت به مسام من كارم الله وهم من كارم البيت ميك الدين من مديدا أزوج صابيان في على يدي على ينمياجو زيك الميلان دار إن الشيخ سنا الله يرحم له زي موتاجو زالاجو الله يكهرم يرونا نارا كهاتا شوهي حكيمنا تتريم ديوي كهاتا سنا على جا عورز يوي كفتة ويرونا نارا ديني تام أنتم إك أحدثوا أمسوا الله سبحانه وتعالى حرام تاشي وشي دير في قام تكير بلاي زي بيك شيء ناشا بيعمل الناس من اللي أمسنا يمدو من المبادي ما المسوا بكي ألتام يوم ذال ألتام نرازان أبو ديتا هيري لها البابيه ولي أسر بيري لها السود بيري لها مدة لا خزدي جبين بلا دين من مر بيه ورزو إلام ولا آو آي ورلا ولا ولد وإلا أتاهي إيكا سبا ديكا شوال تزيلي قصا آخرة بمنك دنيا بمقصد سيكلا آن آوه قرانجي على سدينيو من نارا دنيا بمن آخرة بمنك آخرة سابه لگا كارسو أزوة تتساة سبا حبائي آن آغاراتي على دنيا مدنيو من نارا قولي دنيا بيكي با نرازة نشي مكتا أزوة لي أخاق لي من نفسا أمت لي من نفسا آخرة خالي من نفسا الولد يخوني كتا دينون نتنين تانا أخلاق فامسة دنيا ومسي كلمة إله دار إسلام ولا دنيا بدأي فلتا ولا دين زو بدأي فلتا كرس زو بمسي كلتا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن ما قوي إذا كل شيء أفضل إن دار ضعيف إذا مؤمن به كرس يو مؤمن إستيوكسي فضل إسالة يوكذا زو بأي الزول هيتو من إلى رو العلم يبني بيوتا لا عماد لها ما خذوا زليل قالوا يكأننا بعلم علم من برت بعيد كم مسكين زتاج والداج يوز لمن دولي بعيدين قدر قالوا أمان حياة كفوج بوارو آخر ذات بيكا تهلي الدنيا بي العلم علم يرفع بيتا لا عماد له والجهل أما جاهلة أغطينا تنبرا سلطة ينبرا سلطة ينبرا جهل قارقا بحركرا يهدم بيوت العز والكرم قدر زال قالوا كثير زال قار حواسو إذا مسح في جهل بوانا فلان قار ولدي إنت لكن جاهل إنت خلاص تخل قاراسو إذا مسح علم يم أزوك بها في الشفال بيت إنت يلي علماء علم زارد لنا يكل شيء جيل لي زارد لنا إن أجوك جيل لي أحد شيء مدرقما والدايس إن أمان نبري أمان حياة كريكا جيل ينبري كتا أخب بيلي الشياش بزيك مشاعر من أزوسا إن أجوك أزنا كرام حي إنتنا زايد الشاعر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم امتا شموت عارو الى غزي لكن زلموتا كدرا زيوم زلموتا سم زيوم زلموتا اوتي شيخ ابو بكر مدرسة او زكاننا جو خطبة بني كيكرا يبعال نيتو او بتال مدرسة زكاننا جو نيكرا يبعال ابادير مدرسة زكا قوتو هي رئي جايش واس من لي كرم كدرا وا علم وا امت لي او شعارت مليكو الى وقت يام السلام كيكرا يشيو سالكتا يي مسجد الشيخ كل ساعة الله يرحم له من عليه وقد مات قوم وزواج مدارو لكن وما ماتت مكارمه سمت يقدر زي مدمن وعاش قوم إسعاد زواج الموت زو ثم غير بين أمر بهارو وهم في الناس أموات لكن موت الدنيا حي الحياة بهم علي يقربين كارنا معنا لكن دفع زليل وسين تاما أمة تستو بإسال كذا زي موت يكون البايو يلي بايك أمسنا وإياش يعيش بزيك موجمة جيلو مسيحة لتشال بعدو بذكر عزا لزوق بنتا الزوائي بنتا علم زالة أمت خانك اقتصاد زالة أمت خانة نارك أي التايب هوجي ساعات مساجداش بي مسلم زلتا ويش بولي جنروا بنامي باجوها مسلمي كبتو ما بايدي
من لين تلك بطاسة إسلام كل ثغورات ومملها الماء أزاي نبي علم إذا علم إذا الشياش لايبي زيك باي تعالبنا بازينا مودد أمت سينا مودد أمت سينا لخير شي ميسا والداي سينا لي قور شي مهدك دينا سينا واجب هنا عباد الله صلوا على خير العباد فإن الصلاة عليه دخل وزاد ونجاة يوم التناد فقد أمرنا بذلك رب العباد في محكم الآية قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الكرام خصوصا منهم الخلفاء الراشدين هم خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعن فاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن جابر القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن ليث الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين عن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر أمة محمد اللهم اجر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون